أما هلا سلمى، خلينا نحكي عن الجانب الطبي اللي بيحمل أسئلة كتير خاصة بالفترة الأخيرة. سلمى، قد سمعنا عن حالات يمكن بتأخر الإنجاب عند السيدات، حالات من الإسقاطات المتكررة، بعض الناس وبعض النساء يمكن بيربطوا هذا الشيء بنظام غذائي، وقد شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنظمة غذائية بيقولوا للسيدة اتبعي هذا النظام ممكن يصير حمل بفترة كتير قريبة. صحيح فرح، يعني كثير صرنا نسمع عن هذا الحكي وعن انه ممكن يكون نمط الغذائي له علاقه بتحديد مو بس هيك بجنس المولود، وبانه في بعض الماكولات بتزيد الخصوبه او لا وغيرها من المعلومات، ولكن بالنهايه زياده نسبه العقم او عدم وجودها وغيرها من هي التفاصيل هي امور طبيه محدده، وممكن نطلع على تفاصيلها اكثر وجاوبنا عن كل الاسئله والاستفسارات اللي عم تخطر ببالنا. ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتوره، اكيد بدنا نرحب فيها، الدكتوره رنا خلدون اختصاصيه نسائيه. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح النور يا عيد أهلين. مبارك عليك يا رب. ان شاء الله كل عام وانت بخير سلمى وفرح، ونعاد عليكم بالخير انتم المشاهدين. اهلا وسهلا. صباحك دكتوره مره ثانيه. قد عم تسمعي دكتوره بهذا الشيء انه الانظمه الغذائيه لها علاقه كثير كبيره بحالات الحمل او حالات العقم سواء عند الرجال او النساء؟ والله بتشكركم كثير على فتح الموضوع، لانه ممكن يخطر بباله الانسان انه شو حيأثر الغذاء على الخصوبه، شغله يعني ما كثير مؤثره. لو ما انا مؤثره ما عملوا جامعه هارفارد عملوا كتاب عن هالموضوع سموه فيرتيليتي دايت، يعني حميه الخصوبه. تبين فيها انه الاكل الملخص، يعني راح احكي مشان بسطها على المشاهدين، الالبان والاجبان كامله الدسم فوائد أكثر بكثير من قليلة الدسم. هي معلومة حتى أنا كنت أنصح مرضاي يأخذوا قليل الدسم، بعد ما قريت وشفت لا كامل الدسم أفضل. المكسرات كثير مفيدة للخصوبة، اللي هي جوز، لوز، بندق، كثير مفيد. الابتعاد عن البروتينات اللي مصدرها حيواني، الاهتمام بالمصدر النباتي، والأهم من هيك الدهون. الدهون بشكل عام المشبعة كتير مضرة، اللي هي المقالي الفاست فود اللي بنسميه الأكل السريع، الجاج المقلي، وخاصة أنه لأنه بتتهدرج، والحموض المهدرجة الدسم المهدرجة كتير بتأثر على المشبعة، بنسميها بتأثر على الخصوبة عند الذكر والأنثى. فلازم الابتعاد عنها، والاستبدال بزيت الزيتون، والأفوكادو كتير منيح لأنه يعني كل شيء غالي هلا، الشعب السوري ما راح يقدر يجيبه، هو بيفيد بهذا النظام الغذائي. خلينا نقول السبب انه زيت الزيتون تبين انه بيقلل الدهون السيئه، لانه في شيء اسمه LDL و HDL. LDL هو الدهن السيء، بيكون فيه قليل، العالي فيه الدهن المفيد. فلازم نبتعد قدر الامكان عن الاكل السوق، الاكل الفاست فود، ونكثر من الاكل المنزلي، الطبخ المنزلي، وخاصه انه بكرروا القلي بنفس الزيت، يعني قد ايه كل ما حمي اكثر كل ما زادت ضرره اكثر. دكتوره رنا، كمان بنسمع عن بعض الاقاويل عن انه الرجال او السيدات اللي عندهم وزن زائد هذا الشيء بياثر على الانجاب، هل هي المعلومات صحيحه؟ الوزن له علاقه بالموضوع ولا لا ما له علاقه؟ كثير له علاقه. نحن بناخذ الوزن المثالي على المشعر اسمه BMI، اللي هو منقسم الوزن على مربع الطول، لازم يكون الطبيعي بين 18 وال 25 تطلع النتيجه، اكثر من هيك بيكون فرط وزن. هلا شو السبب زياده الوزن، وخاصه عند الذكور بتؤدي كمان للتستوستيرون بينقص، وبيزيد الهرمون الانثوي الاستروجين، يعني بيأثر على تشكيل الحيوانات المنوية. عند الإناث زيادة الوزن كتير العلاقة بشيء اسمه مبيض متعدد الكيسات، يمكن سمعانينه كتران كتير، يعني ما في مريضة بتجي إلا عندها. هون دكتورة يمكن في اختلاف وجهات النظر، البعض بيقول إنه المبيض متعدد الكيسات هو بسبب زيادة الوزن، والبعض الآخر بيقول لا زيادة الوزن هي بتسببها. هي بصراحة حلقة مفرغة. مظبوط كلامي، زيادة الوزن بتؤدي لمبيض متعدد الكيسات، مبيض متعدد الكيسات بيؤدي لأنه هو خلل هرموني. طبعا. ما عم ينحرق السكر مظبوط، حتى إذا بتلاحظي عم نعالج مرضانا البوليسيستيك بخافت السكر لو ما عندهم سكر. شو السبب؟ لأنه الأنسولين بيكون ما عم مرتفع عندهم، منعاير الأنسولين. لو السكر طبيعي على الريق وما في عنده سكر بس الأنسولين مرتفع، شو معناتها؟ بيرتفع بالسمنة، الشحوم اللي بتتشكل بالجسم
في شيء اسمه مستقبلات للانسولين على الخلايا، بتمنع الانسولين يدخل على الخلايا ويحرق الشحم. فوقت بيكون مرتفع بنعالجهم بخافضات السكر للمبيض المتعدد الكيسات. بنفس الوقت بحب اضيف سلمى انه كمان نقص الوزن الزائد كمان مضر، والتمارين الرياضية الشديدة كمان مضرة، لأنه كمان بتأثر على الخصوبة وعلى، فلازم يكون الوزن معتدل. معتدل. طيب دكتورة رنا، كمان يعني سابقا كنا نسمع خليني أقول بالدراما، بالحياة العامة، بالشعبية، بين الناس البسيطين، أنه في كتير أساليب للعقم، مثل راح لعند شيخ فلاني قراله على مي، أخذ عشبة معينة، شرب حليب ماعز، ما بعرف شو، يعني كنا نسمع هاي الأقاويل. هلأ تطور العلم وصار في كتير أساليب لمعالجة العقم. خلينا نحكي بين مثل ما بيقولوا الباطل والحق بهذا الموضوع، أهم الوسائل اللي صارت موجودة أيضا ومتوفرة حاليا لعلاج العقم. هلأ طبعا أول شيء العقم له أسباب عديدة، أهم شيء نحط إيدنا على السبب وهل هو عقم ولا مو عقم. لأنه بتجيني كتير مرضى مثلا بيقولوا لي تأخرت، صار لي سنتين ما حملت، وين جوزك مسافر، عم يصير اتصال وقت الإباضة؟ لا، بدها تكون شو تعريف العقم لنقول أنه فلان عقيم، أو بده يكون مضى سنة على الأقل، حتى في دراسات سنتين، على اتصال طبيعي بوقت الإباضة اللي هي عندها وما عم يصير حمل، مو عم يصير اتصال خارج وقت الإباضة ومنقول ما صار حمل، وما تكون عم تفترق عن زوجها، هي ببلد وهو ببلد وما عم يصير بيلتقوا مرة أو مرة، فهذا كتير مهم. الشغلة الثانية بالنسبة للخلطات، في عاملين، أنا أؤمن كتير بالطب البديل، بس بدك تكوني واثقة من الشخص. أول شيء الشخص اللي عم يحضر، يعني كل ما كان، أنا بفضل تحضر الست بنفسها إذا في أعشاب أو شيء ممكن، وأحياناً كتير الحالة النفسية لو استفادت على شيء ما أنه فعلياً مفيد، بس إيمانها بهالشيء هو اللي بيخليها تستفيد، لأنه التوتر النفسي ما بتتخيل قد إيه له تأثير على العقم. يعني وقت بيكونوا جيران عم يسألوا ليش ما حملتي، بيتحمها ليش ما حملتي، هذا كله توتر. كيف بتصير الإباضة؟ هي هرمونات بتنفرز من الدماغ ومن تحت المهاد للنخامة البيتويتري جلاند للمبايض، بتحسها على أفراز البويضات. وقت صار في توتر خلل، صار في خلل بالهرمونات، فكتير مهم العامل النفسي. هلأ خلطات الثوم والزيت، الزيتون كتير مفيدة، أنا الشوكولات داكنة كتير مفيدة، بتزيد للذكر وللأنثى، بتزيد تدفق السائل المنوي، الداكنة مو الفاتحة، الشوكولا. الثوم فيه عنصرين، هو السيلينيوم والإليسين، كمان بينشطوا الدورة الدموية وبيساعدوا على تدفق الدم على الخصيتين وعلى المبايض، وبالتالي إنتاج حيوانات منوية سليمة وبويضات سليمة. فما المهم يكون العدد كبير الحيوانات، المهم الحركة، النشاط، تكون ما في تشوهات، مفيد بس تحضرها بنفسها لأنه فريش بتكون. دكتورة، أنت بتنصحي المريضة باللجوء إلى عملية الزرع؟ خلينا نحكي عن نسبة نجاح مثل هي العمليات. الزرع هي تمهيدة كبيرة دكتورة، معناتها في مشوار طويل، ما هي؟ لا، لأنه لأنه بيجوني بالزرع غلط كتير. إنه سؤالك الثاني شو نسبة، شو نسبة نجاح؟ في ناس فورا بيروحوا على الزرع وهذا غلط. هلأ إمتى بنلجأ؟ أهم شيء نعرف سبب نسبة النجاح، بتعتمد على السبب. يعني في مراكز بيقولوا لك والله 80% نسبة النجاح، أنا بشك، معنات بقول معناتها عم يعملوا طفل أنبوب لناس ما أنا محتاجة. أكيد بهيك حالة حترتفع النسبة. في ناس، في مراكز مختصة مثلا بالأمراض الوراثية اللي عندها جيناتها عم يجي أولاد مشوهين، بتعمل لهم طفل أنبوب، هي نسبة نجاحها قليلة. فبيقولوا هذا مو شاطرين، بيكونوا أشطر من فغلط كتير. بس النسبة العالمية بين 40% و45%. دكتورة، في بعض خلينا نقول الزوجين النماذج منهم بيكون هنا تزوجوا بعمر كبير، فما عندهم وقت انهم ينطروا هون. برافو عليك دكتورة، انه يلجأوا للزرع. صح، بهيك حالة ما مننطر، فوق 40 سنة فورا طفل انبوب، اذا تأخرت شوي يعني بنعتمد انه تأخرت، ما منضيع وقت كمان، لانه كمان بويضاتها ما بيعود بفيد حتى طفل الانبوب، فلازم نبكر بهيك حالة. معك حق طبعا. طيب كمان دكتورة، في كتير من الأزواج بيكونوا بفترة الأولى من الزواج بيلجأوا لعدم الحمل مثلا، بيطولوا لحتى يجيبوا أولاد، بيكون هنن برغبتهم، فمثلا بياخذوا أدوية، في كتير وسائل، فبيقولوا بعدين أنه هذا الشيء بيأثر على عدم الإنجاب، هل هذا الشيء صحيح؟ والله أنا مع أنه التأخر شوي إذا كانوا صغار ومع تنظيم الحمل،
وما بيأثر نهائيا، خاصة هلا حسب الوسيلة منع الحمل. أفضل شيء منع الطبيعي، بس ما نو مضمون. في ناس مثلا تكون عم تدرس بتأخر وصغيرة بعدها لسه بدهم يختبروا نفسهم. أنا مع تأخير الحمل، حبوب منع الحمل ما بتأثر أبدا، هي بتعطل الإباضة. مجرد ما وقفتها بيقولوا إلها تأثيرات سلبية، ممكن 4-5 شهور تمنع الإباضة بالنتيجة بترجع، وإذا ما رجعت في منشطات بسيطة بتنعطى، يعني ما أنا مضرة. بضل أفضل ما تجيب ولد وهي ما أنا رغبانة. أكيد. يعني يا دكتورة أسئلة كتير بس الوقت خلص، بدنا نشكرك، نتشكر وجودك معنا لليوم. سلامي حبيبتي، نتمنى أكيد كتير نكمل كل أسئلتنا بحلقات جاية. شكرا كتير لكم. شكرا لك يا دكتورة، وينعاد عليك يعني جديد وعلى أسرتك. سلامي لي يا رب. شكرا كتير كتير سلمى لهم.